مساء الخير يا كابتن مدحت. اهلا وسهلا. انا عاوز اقول لحضرتك كلمه واحده. اتفضل. انا عاوز حضرتك تستمر في التسخين على اطهر شباب في مصر اللي فاتحين صدورهم للنار في الميدان الوقت علشان يجيبوا كرامه كل مصري. نعم. وتستقبل المكالمات المتظبطه من الناس اللي طبعا كنترول بياخدها على مزاجه. ولولا انا قلت في الكنترول اللي انا هايد حضرتك في وجهه نظرك طبعا ما كانوش دخلونا على الهواء دلوقتي. بس انا عايز حضرتك تستمر في التسخين، وان شاء الله بعد ما الثوره الجديده تنجح مش عايزك تستضيف اهالي الشهداء، ويا ريت ما تستضيفش شباب الثوره، وتقعد تطبل بالحكم الجديد. وشكرا. شكرا يا استاذ بدوي، اشكرك شكرا جزيلا. ومن المؤكد ان انا يعني ما عنديش حاجه اعلق عليها، لانه الناس كلها عارفه احنا مين.